عساكر كيف يركضون يفتحون الطريق، تشوفون شوفوا كم الساعة الحين كذا شغلهم، يفتحون لهم الطريق عشان يوسع الممر، شوفوا كيف يركضون، شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيف يوسعون الطريق عشان المدخل، الحين يفتحوا لهم بعدين يسكرون الباب، ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كم الساعة الحين، بوريكم الساعة، هذا شغلهم 24 ساعة، شوفوا كيف مسوي ممر كذا هنا عشان يبعدونهم شوي على الحاجز، عشان لو ضغطوا يرجعون عليهم ورا شوي، وشوفوا هنا كيف سووه، خلوه زي كذا يضوقونه شوي عشان قدام في زحمة، بعدين شوي يسكرونه، وشوفوا هنا في واحد مصاب قاعدين يهفون عليه، تشوفون شوفوهم ها بالكرتون، والله ما شاء الله عليهم، تشوفون كيف هناك العسكري قاعد يدف الحرمة بالعربية، تشوفون شوفوه، وهذوليك يركضون عشان يروحون لأنه صار زحمة قدام، شوفوا هذا شوفوا يدف الحرمة بالعربية، وهذوليك يركضون بيروحون هناك لأنه صار زحمة، ينتبهون للمكان لأنه صار زحمة شوي هناك، وهذا وين راح بالعربية، وين راح، شوفوا راح العربية، هذا هو الحين لأنه صار زحمة هناك، تشوفون طلعوا عساكر قدام قفلوا هذا سكروه، الحين أتوقع بيحولونهم يسار، شوف تشوفون يركضون، شوف يركضون بيفتحون لهم يسار، شوفوا أتوقع يفتحون لهم يسار الحين، إلا شكله يفتح لهم يسار، لحظة خلينا نشوف، لحظة لا طب ودخل جوا يشوف شو الوضع، تشوفون دخلوا جوا بينهم، تشوفون شوفهم دخلوا يشوفون إيش فيه عشان ينظمون الأمور، شوفوا افتحوا هذا، افتحوا هذا، شوف هذا تو مسكر، افتحوه تشوفون افتحوا هنا، هذا تو مو مفتوح الباب، مو مفتوح تو الحين افتحوه، لما قفل هذا وصار زحمة هنا فتح هذا، فأنت مرات تجي تقول ليش مسكر هذا، الناس تشتغل انت اركب ورا بس واستمتع في عمرتك وادع لهم بس، ولا الجماعة والله ما قصروا يشتغلون شغل ما يعني فوق التفكير اللي انت تفكره، بس واحد فوق انا جالس اتأمل وتشوف كيف يرتبون ويسوون ويصلحون، ما شاء الله عليهم، راحوا هناك تشوفون افتحوا الثاني هذا افتحوه، وراحوا الناس من هنا شوفهم قاعدين يروحون هنا، افتحوا لهم الخط تشوفون، شوفوا العساكر طبعا العساكر سيرة تشوفونهم ما تنتبهون، في سيرة تحت عساكر شوفوهم، شوفوهم كيف مسوين زي طريق زي جدار، شوفون يخلونهم